بالتأكيد بيكون لك أصحاب زملاء في الوقت ده في النادي من الأشبال يعني، مين اللي كان حواليك بقى شايفك يعني لا هو ده اللي جاي، أنت ابني مستقبل النادي، أو أنت يا صديقي، أو أنت يا زميلي، هيبقى لك شأن كبير؟ لا ما حدش برضه، ما حدش كان مؤمن الايمان ده اللي انا هو ده يطلع فيرست تيم حتى من زملاتك؟ لا ما كانش حد قوي بيقول لي، او ما حدش قالها لي يعني انك هتلعب فيرست تيم وانت انت جامد. الوحيد اللي بتقولها لنفسك. هم يعني مقتنعين ان اللعيب ده موهوب، بس مش شايفين اللي هي الحته البعيده قوي اللي انا هلعب فيرست تيم في الاهلي وانا المستقبل النادي والكلام ده. الناشئين الاهلي برضه كان فيهم نجوم كبار قوي يعني، ده صحيح، لعيبه كبيره في سن، في مش في سني، اكبر مني، والجيل بتاع 77 كان لعيبه تقيله، وجيل 79 كمان كان، و80 بتاع كاس العالم اللي كان في مصر كان لعيبه كبيره يعني، فانا كنت لسه بالنسبه لهم صغير يعني. دايما الصعود للفريق الاول بيبقى له رهبه طبعا. شخصيتك اللي بدات وانت صغير فرضتها على الجميع حتى وانت صغير بتتمرن مع الفريق الاول، وده ساعد ان قصه الرهبه تخف شويه عليك في الفريق الاول؟ يعني الموضوع الرهبه ده انا بنزل بادي اللي عليا وببقى محضر نفسي كويس جدا اللي انا يعني ما بقاش خايف ان انا استلم كوره والعب تحت ضغط عادي، فببقى محضر قوي الموضوع ده من بدري، من التمرين بقى، في التمرين بتحضر بتمرن من كويس. قبل التمرين للتمرين؟ يعني بتمرن كويس قوي اللي انا بنزل مش قلقان او مش خايف، وعندي ثقه في نفسي الحمد لله كويسه، فبعمل اللي عليا بره التمرين وفي التمرين، عشان كده الرهبه دي مش موجوده او مش مخوفاني يعني. مدرب اللي بدا في الفريق الاول يقول لا انا هعتمد على حسام غالي، اعتمد اعتماد كلي، هعتمد خلاص هيبقى موجود معايا، هيشارك، هيبقى له دور في الفريق الاول. هو تسوبل طبعا كان بيديني على فترات، كان ماتشات الخفيفه كنت بلعب ليبرو ساعات، اول ما طلعت كنت بلعب ليبرو كتير، فكنت بلعب بصفه مستمره. ماتشات التقيله كنت بقعد احتياطي ساعات، انزل ساعات ما انزلش، لكن بدات اخد او الناس تعتمد عليا اعتماد كلي في مكاني اللي في نص الملعب في السنه بتاعت ديكسي. رغم انها ما كانتش سنه حلوه قوي. مع ديكسي وكابتن مختار طبعا كان دايما انت بتعترف بفضل مختار عليك. طبعا كابتن مختار من المدربين الجمال في النادي الاهلي، و علمنا حاجات كتير قوي برضو في الناشئين يعني. احنا محظوظين برضو جيلنا ده، لان يعني كان في كوكبه من النجوم في النادي في قطاع الناشئين، في الاداره او في التدريب، وخاصه في التدريب حاجه فنيه يعني، انه يعلمك حاجه، بيعلمك حاجه في التمرين نفسه. من ضمنهم الكابتن مختار طبعا، كابتن علاء ميهوب، كان في كابتن خالد جد الله، في اسماء كبيره، كان احمد عبد الباقي طبعا، بس كابتن احمد عبد الباقي كان في سن اكبر مننا، فاحنا كان عندنا نجوم كبيره قوي، احنا كمان تبص لهم من فوق يعني، مقنع يعني، مقنع مدرب طبعا، نجم يعني، قدامك نجم، ف مقنع ليك يعني.